لما تغز واحدة بسكينة نقتل ومش عايزين يموت. ده الموت رياح يعني. والله ربنا أحن علي منك. كب روحتك يا بيبا وهي أعلى. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. صعب جدا، صعب جدا إن اتنين متجوزين والخلافات توصل بيهم للحد ده. جرائم القتل يا جماعة مش بالسهل، الدم مش بالسهل، ده ربنا جل شأنه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إن دم إن هدم الكعبة، عارفين الكعبة اللي هي بيت الله، هدم الكعبة أهون عند ربنا من إراقة الدم مسلم. هدم الكعبة، عارفين معنى الكلمة دي إيه؟ عارفين معنى الدم ده إيه؟ ده الدم ده مصيبة، ربنا ما يكتب على حد أبدا، ربنا ما يكتب على حد أبدا يكون سبب في مشكلة ينتج عنها دم. شوف تخيلوا لما ربنا والرسول يقولوا ان هدم الكعبة اللي هو اقدس اقدس شيء موجود في الارض الكعبة، بنقول بيت الله، اهون عند ربنا انه يتهد. شوف يتهد، بيت ربنا يتهد، اهون عند ربنا انه يتهد عن اراقة دم مسلم، واحنا بقينا بنقتل بعض علشان كلام فاضي. طب ربنا زي ما شرع الجواز شرع الطلاق، نقتل ليه؟ نقتل بعضنا ليه؟ ما عندنا حل، ربنا عطاه لنا من ايام القرآن الكريم نزول، قال لك هتعيشوا بسلام او نفترق باحسان. طب ليه وصلت الخلافات بين الزوج والزوجة الى مرحلة ان خلاص وصلوا لنهايته؟ الكاسة مالة، في حاجة اسمها طلاق، في حاجة اسمها فراق، في حاجة اسمها كل واحد يروح لحال سبيله بالمعروف، لكن توصل للقتل، وياريت القتل بشيء. احيانا يا جماعة القتل ما هو درجات، انت لما تقتل واحد بطلقة في دماغه ما بيحسش، بيموت في ساعتها. لما تغز واحدة بسكينة بتموت في ساعتها، لكن احنا دلوقتي لا، نقتل ومش عايزين يموت، عايزينه يتعذب، يتعذب قدامنا. طب اكتر عذاب في الدنيا ايه؟ هما حاجتين العلم الحديث اثبته، اكتر شيء عذاب في الدنيا حاجتين ملهمش تلاتة. ايه هما؟ الولادة عند المرأة، الولادة الطبيعية مش القيصرية بتاعت الايام دي، اصعب الام واشدها الام المخاض اللي هو الولادة، اشد الالام برضو اللي في الارض الحريق، ربنا ما يكتب على حد. عشان كده ربنا خلى نفسه بس العذاب بالحرق، خلى في جنة وفي نار. عكس الجنة ايه؟ نار، يعني مفيش قسوة ولا ابشع منها في الارض، النار. عشان كده ربنا خلاها جزاء المشركين، مفيش ابشع من كده، ربنا خلى ابشع حاجة في النار، عشان كده ربنا اختص نفسه بيها بس ان هو اللي يعذب بيها، مفيش حد غيره. تعال نشوف الزوج والزوجة. الزوج اسمه خالد 29 سنة، الزوجة اسمها رقية 28 سنة، من منطقة العياط محافظة الجيزة، عايشين في العياط. الزوج مخلف فينا 3 عيال، ضيق العيشة، الزوج غير مهتم ببيته، مفيش غير شرب الكيف بتاعه، مفيش غير ضربه لمراته، اهانته لمراته، مش شايف بيته، مش مراعي بيته، مش مراعي أكل عيشه، مش مراعي ولاده. الزوجة فاض بيها، ابتدت تعلي صوتها عليه، ابتدى يضربها، ابتدى الجيران يتدخلوا يحاولوا يصلحوا بينهم، الدنيا كل يوم متكركبة، اضطر يبيع في عفش بيته، ابتدت الزوجة تتنمر، ابتدى يضربها، خدت العيال وراحت عند أهلها. الراجل مش عارف يعيش لوحده، لا لقى حد يهتم بالبيت ولا حد يوكل لقمة، وهو تعود ان هو يبقى قاعد يؤمر فيطاع، هات يا بنتي كذا، روح يا بنتي انزلي هاتي كذا، هو قاعد باشا وهي الخدامة اللي تحت رجليه. لما راحت عند اهلها مش عارف يعيش، اضطر يوسط الناس، كل شوية الناس يتوسطوا يروح يجيبوها، يومين ثلاثة وينزل فيها ضرب وينزل فيها اهانة. قالت له خلاص انا سكت من العيشة واللي عايشينها، طلقني لو راجل. بدل ما يطلقها
وانا بعيب على اي راجل مراته تقول له طلقني وما يطلقهاش ليه؟ بس في فرق، ودي نصيحه بنقولها من خلال برنامجنا. الزوجه لما تتخانق مع جوزها وتقول له طلقني ما يطلقهاش، ما يطلق ليه؟ لانه وقت عصبيه. لكن لو في وقت هو مستريح فيه وهي مستريحه فيه وجات بكل هدوء بتقول له انا عايز اكلمك في موضوع، انا حاسه ان انا مش قادر اساعدك، انا جبت اخري، معلش انا خدت قراري ده بعد تفكير طويل، طلقني. هنا بقول للزوج لازم تطلق، لان قرارها ده مش انفعالي، مش في وقت غضب. ما اي ست اللي متخانق مع جوزها بتقول له طلقني، اي ست في وقت الخناق تقول لي طلقني، طلقني لو راجل، مش انت عامل لي فيها راجل، طلقني يا اخي وريحني، ده وقت غضب، اوعى تطلق. لكن لما تكون قاعدين فقعد الصفا وقعدت هدوء وتيجي تقول لك انا شايف ان انا جبت اخري وتحملت كتير وحاولت على قدر طاقتي لكن ما قدرتش، بعد اذنك يا محمد، بعد اذنك يا احمد طلقني. في الوقت ده لازم تطلعها وتخلي عند اللي خلى فينا الكرامة، ما تقولش ولادي ولا غير ولادي، لان معنى الست تيجي في وقت هدوء وتقول لك طلقني ان هي جابت اخرها. لو انت ما طلقتهاش ممكن تخونك، لان هي قالت طبعا هعمل له ايه، قلت له طلقني ومش راضي، ممكن يكون لها عشيق او حبيب ومش عايزه تخليك خروف، فقالت لك طلقني عشان بتحترمك وبتحترم ولادك، فقالت لك بدل ما اخونك وانت وانا على ذمتك طلقني وعيش حياتي اتجوز اللي بحبه. فالراجل لازم يكون عنده كرامه ويطلق فورا. هو ما رضيش يطلق وقال لها ماكيش طلاق واخليكي زي بيت الوقف وروحي اشتكيني، انا هاخد الريح من البلاط، ايه هيسجنوني بركه يا جماعه، هيوكلوني ويشربوني جوه السجن، خليك انت كده زي بيت الوقف. الزوج قالت له والله هولح في نفسي واجيب لك مصيبه. قال له وتولع في نفسك ليه؟ يا سلام، غالي والطلب رخيص. عمل الزوج، تعال نشوف الزوج عمل ايه. بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحه الحلقه. خالد اللي عنده 29 سنه قال لها يا سلام بس كده، ده انا انت تؤمري. خرج ورجع بشركة البنزين وقال لها انا جبت البنزين اهو، عايزه اولع فيك دلوقتي وكمان شويه. ما رضتش ترد عليه وقال ده الراجل اتجنن. طب ده كلمتين انا قلته. المهم قعدوا جهزت له الاكل، كانت عامله بطاطس، وابتدوا يتغدوا. وبعد البطاطس قال له اعمل لي كوبايه شاي، قالت له ما عنديش شاي. البطاطسين اللي انت اكلتهم دول كانوا موجودين بالصدفه، البيت لا فيه شاي ولا فيه سكر. قال لها غوري هاتي شاي وسكر، قالت له ما عنديش هجيب غاز وسكر، هات الفلوس واخلي حد من العيال يجي. نزل فيها ضرب واهان، قالت له انت عايز مني ايه؟ ما حرام عليك، ما اطبخ يا جاري اكلف يا سيد، انا هجيب لك شاي منين؟ هجيب لك سكر منين؟ البيت فاضي، ده البطاطسين اللي طفحتهم دول كانوا موجودين بالصدفه تحت الكنبه، انا هعمل ايه طيب؟ هو انا اللي هصرف عليك ولا انت اللي تصرف علي؟ انت مش هتبطل بقى يا مزن؟ قالت له بطل يا مزن اعمل ايه؟ انت نازل فيا ضرب؟ قال له هحرق واولع فيك كمان، ويجري على شكل البنزين وهي قاعده. خلوا بالكم القصه تمت ازاي؟ سبحان الله. الست قاعده على الارض قدامهم الطبليه مطرح الاكل، الست قاعده كده انا هولع فيك يا بنتي كذا كذا، وهي قاعده راح جاب الجركن وهي قاعده، خلي بالكم من الوصف، الطبليه اهي وهي قاعده على الارض، وهو راح جاب الجركن الاحمر اللي فيه بنزين وراح كبه عليه ويقول له كب ولع فيها خلينا نستريح، انا عايشه لا كب تاني، وهو بيكب عليها وهي قاعده كب كب، والله الموت اهون يا عيال وبروح عند ستكم، فوضت امري ليك يا رب، يلا كبيت الشركن كله، هات الكبريت بقى ولع فيه. الست بتتكلم وهي فعلا مستسلمه للموت بشكل، تعرفين الواحده لما بتجيب اخرها اخرها ما بيفرش معاها اي حاجه خالص، كب تاني كب تاني كب، انا عايشه ليه؟ ده الموت رياح لي، والله ربنا احن عليا منك، كب روح هات الكبريت بقى. وهي قاعده دخل راح جاب الكبريت، جبت الكبريت يلا ريحني من حياتي، انا قاعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب انت شاهد، يا رب انا ما شفتش من ساعه ما اتولدت يوم سعاده، يا رب خلي السعاده عندك، يا رب انا خلاص والله ثقت وتعذبت وجبت اخري، راح مولع الكبريت، فضلت متولع وتزعج وهي قاعده لغايه ما صفت. يعمل الزوج راح شايلها، حركت نفسك ليه يا حبيبتي؟ حركت نفسك ليه يا مراتي؟ ويزعج ويلم الناس، والناس اللي يكب عليها رمله واللي يكب ويرمي عليها بطانيه مخافكم. الست اتفحم، شالها وراح بسرعه في تاكسي وداها المستشفى، قالوا له مراتك ماتت.
فضل ينتحب في المستشفى ويزعج. سايباني لمين؟ سايباني لمين يا رؤي؟ ده ماليش حد غيرك يا رؤي، مين هياخد باله من العيال يا رؤي؟ ده انت ما استحملتني يا رؤي، ولعت في نفسك ليه يا رؤي؟ وعياط وبكاء ونحيب. اتصلوا طبعا بالشرطه، جات الشرطه، طب الشرعي اثبت ان الحريق نتيجه ماده مشتعله او ماده حارقه تم سكبها عليها. الزوج في الوقت اللي بيدوروا عليه ما لهوش، هو كان رايح المستشفى حسب اعترافاته، كانت هياله هيروح هناك هيدوله ورقه بتدفنه ان هي ماتت نتيجه الحرق، والموضوع ما يعرفش ان في شرطه وفي تحيات وفي طب شرعي اللي اثبت ان هي ماتت محروقه. بانتقال الضباط الى مسكنها لقوا البنزين مكانه والجيركن موجود، والعيال قالوا بابا ولع في ماما. اعترافات تفصيليه مثل الجريمه، وحكمت المحكمه امس بالآتي. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بإعدام خالد شنقا، وده أقل عقوبة. أحيانا يا جماعة خلوا بالكم، السجن بيكون أشد عذاب من الإعدام، لأن الإعدام عذاب ساعة، لكن المؤبد والأشغال الشاقة بتبقى عذاب كل يوم بألف ساعة. الإعدام في حق خالد صحيح ممكن يكون ريح المجتمع من واحد متخلف زي كده، لكن احيانا بيكون راحه ليه هو انه ما تعذبش في الدنيا. يا جماعه العلاقات الزوجيه مش كده، لا نعيش في حب وسعاده، لا ننفصل باحترام وبادب، لكن نقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.